بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم طلابي الاعزاء دارسي برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيه بمركز جامعه القاهره للتعليم المفتوح نلتقي اليوم في المحاضره السادسه من محاضرات مقرر جغرافيه مصر الطبيعيه كود 411 اعداد دكتور محمد ابراهيم محمد خطاب محاضره اليوم وهي المحاضرة السادسة، وسوف ندرس فيها الفصل السابع، والذي يحمل عنوان: إقليم وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم. تهدف دراسة هذا الفصل إلى أن تجعل الطالب قادرًا على أن يحدد الموقع الفلكي والجغرافي لإقليم وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم. أن يتعرف على الأقسام التضاريسية أو الوحدات التضاريسية الرئيسية لهذا الإقليم، ثم يشرح الخصائص الجيمورفولوجية العامة لكل قسم من الأقسام الثلاثة للإقليم، عناصر الفصل يتألف الفصل من خمسة عناصر رئيسية، أولا الموقع والحدود والمساحة، ثانيا نشأة نهر النيل في مصر السبب الرئيسي في وجود هذا الإقليم. ثالثا رواسب نهر النيل في وادي ودلتاه ومنخفض الفيوم رابعا الوصف العام لمجرى نهر النيل في الوادي خامسا الخصائص التدريسيه والجمورفولوجيه العامه بشكل منفصل لكل اقليم من او كل قسم من الاقسام الثلاثه المكونه لهذا الاقليم درسنا في المحاضرات السابقه الموقع الفلكي والجغرافي والحدود السياسيه لمصر ثم بدانا في دراسه اقاليم مصر المورفولوجيه او وحداتها التدريسيه ودرسنا معا الصحراء الغربيه ثم الصحراء الشرقيه وانتهينا من دراسه اقليم شبه جزيره سيناء اما محاضره اليوم فهي عن اقليم وادي النيل ودلتا ومنخفض الفيوم وهو الاقليم المحدد باللون الاخضر الفاتح في الشكل الأمام حضراتكم واللي مشار اليه بالاسهم الحمراء يدخل نهر النيل مصر من الجنوب عند حدود مصر مع السودان عند دائرة عرض 22 درجة شمالا ويتجه اتجاها عاما بنقول عاما لان في بعض الاختلافات في بعض المناطق اتجاها عاما صوب الشمال حتى يصب في البحر المتوسط في شمال مصر بفرعين هما فرع دمياط عند مدينة دمياط وفرع رشيد عند مدينة رشيد وبهذا يبلغ طول نهر النيل بفرعيه فرع رشيد وفرع دمياط حوالي 1537 كيلو متر ويأخذ هذا الوادي امتدادا وهذا الاقليم امتدادا طوليا يشبه شكل زهرة اللوتس الموجودة على المعابد المصرية فيتسم بعنق ضيق هذا العنق آه الضيق بيتمثل فيه او هذا الجزع الضيق يتمثل في الوادي وفي الأعلى توجد الظهرة وهي التي تمثل دلتا النيل الموقع الحدود والمساحة يقع الإقليم جغرافيا من الحدود المصرية السودانية في الجنوب إلى البحر المتوسط في الشمال يحده من الغرب الصحراء الغربية ويحده من الشرق الصحراء الشرقية وقناة السويس المساحة تبلغ جملة مساحة هذا الإقليم ما بين 36000 الى 37000 كيلومتر مربع اي تتراوح بين 3.6 الى 3.7% إلى من جمله مساحه مصر وينقسم هذا الاقليم الى ثلاثه اقاليم رئيسيه هي اقليم دلتا النيل اللي واخده شكل مثلث كده او مروحه العروسه مروحه اليد بتاع الخاصه بالعروسه مساحتها 22000 كيلومتر مربع منخفض الفيوم مساحته ما بين 1200 الى 1700 كيلومتر مربع ثم إقليم الوادي وهو الذي يحمل شكلا شريطيا لونه أخضر ده في الخريطة وبيدخل فيه جزء كبير من بحيرة ناصر هو إقليم وادي النيل ومساحته 13 ألف كيلومتر مربع. هذا الإقليم هو أصغر أقاليم مصر المورفولوجية مساحة ولكنه أكثرها أهمية من الناحية السكانية فمعظم سكان مصر يتركزون في هذا الإقليم أيضا تتركز في هذا الإقليم عدد كبير من الأنشطة البشرية المختلفة ثانيا نشأة نهر النيل وتطوره في الأراضي المصرية إذا ما نظرنا إلى الخريطة التي أمامنا وهي خريطة حود النيل يلاحظ أن نهر النيل يسير مسافة كبيرة للغاية بعد التقائه برافد العدبرة لأن رافد العدبرة آخر نهر هيصب في نهر النيل مية ورواسب بشكل سنوي يعني هو الفيضان بتاعه في فصل الصيف فبالتالي بيجيب ميه كل سنه ورواسب بيلقيها في نهر النيل، بعد رافد العبرة يسير نهر النيل مسافه تصل الى 2500 كيلو دون ان يصب في اي رافد اخر يساعده في رحلته حتى البحر المتوسط، وهذا السؤال وهنا ظهر سؤال كيف حفر نهر النيل في شمال السودان ومصر؟ في ظل ان اخر رافد يقع جنوب المسبب حوالي 2500 كيلو وفي ظل ان شمال السودان والاراضي المصريه يجري فيها نهر النيل وهي مناطق قاحله قليله المياه كثيره التبخر فبالتالي يفقد كميات كبيره من المياه بالتبخر ولا تضاف اليه اي كميات اخرى سواء من روافد او من امطار وبيفقد جزء اخر من المياه في الاستخدامات البشريه وعن طريق التصرف فبالتالي كيف استطاع نهر النيل أن يصل إلى البحر المتوسط بهذا الضعف الشديد وفي ظل القاعدة الجيومورفولوجية القائلة بأن الأنهار هي التي تحفر واديها وادي صورة مجسمة عندنا من جوجل إيرس بتوضح وادي النيل بالحافتين الشرقية أو اليمنى والغربية أو اليسرى لنهر النيل وبينهما مسافة تتراوح ما بين 3 كيلو إلى 26 كيلومتر فمن الذي قام بحفر هذا الحيز والتجويف الطولى الكبير فى مصر؟ عندما حاول العلماء معرفة متى حفر نهر النيل فى مصر وقفت امامهم مشكلة كبيرة وهى عدم استطاعتهم الوصول الى حفريات تساعد او اقدم حفرية تساعد فى تأريخ دقيق للفترة التى حفر فيها نهر النيل فى مصر ولكن العلماء من خلال الحاضر مفتاح الماضي اجمعوا على ان نهر النيل في مصر حفر في اواخر عصر المايوسين او منذ ما يقرب من 10 مليون سنه في الزمن الثالث. كيف عرف العلماء هذا الامر ولماذا رجحوا ان يكون قد حفر في اواخر عصر المايوسين؟ بنقول لعده اسباب اول سبب ان كما درسنا في الجيولوجيا ان بحر تيسس كان يغمر الاراضي المصريه في فترات طويله من تاريخها. فبالتالي لابد لكي يتم حفر نهر النيل لابد ان ينحسر بحر تيسز الى الشمال. فوجد العلماء ان بحر تيسز في عصر المايوسين تراجع تراجع واضح الى الشمال. النقطه الثانيه ان حدث في عصر المايوسين حركات ارضيه مصاحبه لتكون الاخدود الافريقي العظيم. نتج عن هذه الحركات ارتفاع الجزء الشرقي من مصر فظهرت جبال البحر الاحمر. فبالتالي ظهر جبال البحر الأحمر وانكشفت الأراضي المصرية وانفصل البحر المتوسط عن المحيط الأطلنطي نتيجة لارتفاع منطقة جبل طارق وأصبح البحر المتوسط بحر مغلق غير متصل بالمحيط ومما ترتب عليه انخفاض منسوب المياه في داخل البحر المتوسط فانكشف قاع البحر المتوسط بعمق ناقص أربعة كيلومتر ثالث سبب برضو بيرجحه العلماء ان في مصر شهدت في اواخر عصر المايوسين فترة مطيرة عرفت بالفترة البنطية كان يسقط على الاراضي المصرية فيها كميات كبيرة من مياه الامطار فبالتالي ارض مصر منكشفة من بحر تيسز فموجودة كارض يابسة المناطق الشرقية من مصر ارتفعت فبالتالي حينما تتساقط الامطار سوف تقوم هذه الامطار بشكل طبيعي بحفر عدد كبير من الاودية فبالفعل تم حفر اوديه جديده بالاضافه الى زياده حفر الاوديه التي كانت حفرت في عصر الالوجوسين حينما كانت مصر بالقرب من خط الاستواء وبدات هذه الاوديه تتجه صوب الغرب ونتيجه لظروف معينه هندرسها بعد قليل حفرت نهر النيل في واديه الحالي في هذا الموضع نتيجه لعدد من الظروف هنذكرها عند دراسه اتجاهات وادي النيل في مصر وبالتالي الذي حفر وادي النيل في مصر هو الاوديه الجافه التي توجد في الصحراء الشرقيه وتصب في وادي النيل حاليا مثل وادي قنا ووادي سنور ووادي الاسيوطي ووادي الحمامات ووادي العلاقى وغيرها من الاوديه هي التي حفرت وادي النيل في مصر يبقى بالتالي وادي النيل في مصر لم يحفر من خلال الانهار التي اتت من الجنوب من المنابع الحبشيه والمنابع الاستوائيه وانما حفر بواسطه الاوديه المصريه الجافه في الوقت الحاضر والتي كانت انهارا جاريه في فترات مطيره سابقه وهذا ما جعلنا نقول ان نهر النيل في مصر بدا حفره وكان واديا مصريا خالصا نتذكر ان احنا قلنا ان البحر المتوسط اصبح بحر مغلق فبالتالي انخفض منسوب المياه في داخل البحر المتوسط وترتب على هذا الانخفاض ان انكشف قاع البحر المتوسط فمن المعروف لنا كجيومورفولوجيين أن النهر لابد أن ينحت رأسيا حتى يصل إلى مستوى القاعدة فنتيجة لانخفاض مستوى سطح بحر المتوسط أو بحر تيسز لناقص 4 كيلومتر كان وادي النيل الذي حفر في عصر المايوسين وادي أغدوديا عظيما بمعنى إيه؟ أن وادي كان عميق جدا عمق ال... الوادي يصل إلى 4 كيلو أكثر من 4 كيلو على العكس من دلوقتي جوانب وادي النيل اللي ظاهر منها يتراوح ما بين 200 الى 300 او 400 متر على الاكثر في الحفتين زي حافه هضبه الاهرام او حافه المقطم هنجد ان الارتفاعات في المنطقتين دول هما تتراوح ما بين 200 و 150 متر في حين في عصر الميوسين لا نهر النيل كان ذو جوانب مرتفعه ارتفاع كبير جدا وكان الوادي متسعا اتساع واضح نفس الاتساع الموجود فيه دلوقتي وكان ودين أغدودين يفوق بكثير أغدود كولورادو العظيم بالولايات المتحدة جلب جلبت روافد نهر النيل في الصحراء الشرقية كميات كبيرة من الرواسب ألقتها في نهر النيل الذي سمناه أو أطلق عليه رشد سعيد اسم نهر فجر النيل على اعتبار أنه هو أول نهر يجري على أرض مصر من أنهار النيل لأن نهر النيل جرى على أرض مصر عدة مرات من كل مرة وأخرى يحدث توقف أو يحدث تغير كبير في النهر فسماه رشد سعيد نهر فجر النيل فهذه الاوديه جلبت كميات من المياه والرواسب نقلت هذه الرواسب والقتها في مثلث الدلتا التكتوني فهو كان مكان الدلتا في الفتره دي كان عباره عن جزء من مياه بحر تيسز فهي كانت جزء من مياه البحر فنهر النيل جاب كميات من الرواسب والقاها في مثلث الدلتا التكتوني. نهر النيل في العصر التالي العصر الميوسين وهو عصر البلايوسين اخر عصور الزمن الثالث بنقول حدث في بداية عصر البلايوسين اتصال البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي حيث انفتح منطقة جبل مضيق جبل طارق فانسابت المياه واندفعت من المحيط الأطلنطي إلى داخل بحر تيسز فبدأ البحر المتوسط يمتلئ مرة أخرى بالمياه وارتفع منسوبه إلى موجب 180 متر تقريبا فوق مستوى الحالي يعني إذا إحنا بنقول مستوى البحر الحالي صفر هو كان منسوبه في بداية عصر بلايوسين مع اندفاع مياه الاطلنطي الى البحر المتوسط كان موجب 180 متر فبالتالي غمر البحر المتوسط جميع مناطق شمال افريقيا التي كانت مناسيبها اقل من موجب 180 متر فلو نظرنا على مصر هنجد ان البحر المتوسط بالتالي غمر الاطراف الشماليه من الاراضي المصريه وامتد منه زراعين الزراع الاول امتد عبر منطقه برزخ السويس عبر خليج السويس ثم دخل الى البحر الاحمر فملا البحر الاحمر بالمياه الزراع الثاني مع ارتفاع المياه دخلت في منطقه اخدود وادي فجر النيل فامتلا هذا الاخدود بمياه البحر المتوسط واصبح نهر النيل خليجا واحد الازرع المائيه للبحر المتوسط ولذلك نطلق على هذا الخليج كان اسمه الخليج النيلي البلايوسيني على اعتبار انه هو اتكون في عصر البلايوسين ده في بدايه عصر البلايوسين طبعا هذه العصور ت ت ت يكون عمرها بملايين السنين امطار تتساقط على الاراضي المصريه في عصر البلايوسين تجري مياه هذه الامطار في داخل اوديه الصحراء الشرقيه تحمل معها كميات من الرواسب وتلقي بها في هذا الخليج عاماً بعد عام، مئة عام بعد مئة عام، وهكذا مع مرور الزمن أصبح هذا الخليج مردوم تماماً بالرواسب. وفي الحقيقة الأمر أن جزء من هذه الرواسب فيدي أتى من هذه الأودية، وجزء آخر رواسب بحرية، لأن هذا الخليج بتعيش فيه كائنات حية بحرية. هذه الكائنات الحية مع مرور الزمن بتموت وتتحلل وتتراكم، فبالتالي ساعد ذلك على ردم الخليج النيلي البلايوسيني. وبدأ منسوب البحر المتوسط في اواخر البلايوسين في ان هو يبدأ ينخفض انخفاض تدريجي حتى وصل لمستواه الحالي في عصر الهولوسين. فترتب على ذلك ان اصبح منطقه وادي النيل عباره عن وادي ولكن هذا الوادي مردوم عن اخره بالرواسب. قامت اوديه الصحراء الشرقيه اللي هي السبب الرئيسي في حفر وادي النيل ايضا باستكمال عملها مع انكشاف منطقة خليج النيل البلايوسيني وردمها بالمياه وردناها بالرواسب اصبحت ارض منطقة خليج النيل البلايوسيني فقامت اودية الصحراء الشرقية من خلال ما تحمله من مياه ورواسب بالاتجاه الى هذه المنطقة المنكشفة حديثا وقامت بحفر نهر نيل جديد فوق النهر القديم هذا النهر عرف باسم باليو نايل او نهر النيل القديم واستمر حفر هذا النهر في أواخر البلايوسين وأوائل البلايستوسين. نهر النيل في عصر البلايوستوسين احنا كده الزمن خلص بانتهاء البلايوسين شهدت في عصر البلايوستوسين فترة جفاف شديد استمرت مليون سنة وأدى ذلك إلى جفاف نهر النيل القديم يعني البليونيل أصبح واديا جافا في فترات طويلة من عصر البلايوستوسين ليه مفيش فيش أمطار بتسقط على الأراضي المصرية؟ ولم يكن نهر النيل قد اتصل بعد بالمنابع الحبشيه والمنابع الاستوائيه، وبالرغم من الجفاف الشديد إلا أن مصر شهدت عصر في عصر البلايستوسين فترتان مطيرتان، جرت خلالهما المياه في نهر النيل، فأصبح نهر النيل الذي جرى أثناء هذه الفترات المطيره يعرف بنهر النيل الأول أو البروتو نايل، متى اتصل نهر النيل في مصر بنهر النيل في منابعه الأفريقيه؟ حدث هذا الاتصال في أواخر البلايستوسين في منذ نحو 800 ألف سنة فقبل ذلك كان نهر النيل في مصر منفصل تماما عن نهر النيل في إفريقيا طب ما الوضع في نهر النيل في إفريقيا؟ نهر النيل في إفريقيا كانت إفريقيا قبل تكون الأخدود الإفريقي العظيم في منتصف الزمن الثالث كانت تضاريس منابع النيل في وسط وشرق أفريقيا مختلفة تماما عما هي عليه الآن فكانت الامطار التي تتساقط فوق هذه المنابع جزء منها يتجه الى المحيط الهندي وجزء اخر يتجه الى المحيط الاطلنطي واجزاء قليله تتجه صوب الشمال ولكن بعد تكون الاخدود الافريقي العظيم وبدات تظهر تضاريس منطقه حوض النيل ترتب على ذلك سقوط الامطار على هضبه البحيرات الاستوائيه وتكون هذه البحيرات وسقوط الامطار على هضبه الحبشه وبدات الانهار التي تكون نهر النيل حاليا في حفر واديها ووصلت الى منطقه بحيره السد او المنطقه الواقعه ما بين الخرطوم وبالقرب من بحيره نو او منطقه النيل الابيض هذه المنطقه المحدده باللون الايه الاحمر فالمنطقه ديّ كان نهر النيل سواء من هضبه الاثيوبيا او هضبه البحيرة الاستوائيه بيجلب مياهه ورواسبه ويلقيها في هذا المكان فكان نهرا ذو تصريف داخلي كان بيصب في هذه المنطقة فتكونت لدينا بحيرة عرفت هذه البحيرة باسم بحيرة السد نظرا لأن البحيرة دي كانت بحيرة كبيرة جدا ونظرا لأن المنطقة دي مليئة بالعيوب والصدوع والانكسارات ونظرا لأن في ضغط جديد على هذه المنطقة من القشرة الأرضية بفضل المياه التي تأتي من منابع نهر النيل وتلقى في هذه البحيرة والرواسب ايضا التي تلقى في هذه البحيرة فمثل ذلك ضغط شديد على القشرة الارضية ترتب على هذا الضغط الشديد حدوث انكسارات في منطقة النيل النوبي فنجد ان هذه المنطقة بقى اللي حرف شكل اس اللي هي من جنوب اسوان حتى نصل الى الخرطوم هذه المنطقة اللي هي النيل النوبي حدث فيها بقى انكسارات جرت المياه عبر هذه الانكسارات ليتصل نهر النيل في مصر بنهر النيل في افريقيا منذ 800 الف سنه تقريبا وعرف نهر النيل بعد هذه الفتره في مصر باسم نهر ما قبل النيل او البري نايل وجلب نهر البري نايل كميات كبيره من المياه والرواسب من بحيره السد جمع كميات كبيره من المياه والرواسب والقى بهذه الرواسب في داخل وادي النيل وفي دلتاه بسمك يصل الى 70 متر في الوادي فسمك كبير جدا ويتراوح ما بين 300 و 400 متر في الدلتا فردم مساحات كبيره جدا من مياه البحر المتوسط في المثلث التكتوني استمر نهر ما قبل النيل يجري فوق الاراضي المصريه بشكل متقطع تبعا لظروف المطر فوق المنابع الافريقيه الي ان توقف تماما منذ 400 الف سنه نظرا لظروف تتعلق بجفاف وقحط شديد ليأتي بعد ذلك نهر النيل الحديث أو النيو نايل، كان هذا النهر متذبذب في جريانه، فتارة يتصل بالنيل في أفريقيا، وتارة يتوقف اتصاله تبعا لكميات الأمطار الساقطة، فإذا سقطت كميات كبيرة من الأمطار على المنابع الحبشية ومنابع وسط أفريقيا، فكان يتصل نهر النيل الحديث في مصر مع نهر النيل في أفريقيا، وفي حالة الجفاف يحدث الانقطاع إلى أن وصلنا للحالة التي نحن عليها الآن والتي استمرت منذ عشرة ألاف سنة يعني من عصر الهولوسين الموضوع الثالث وهو رواسب نهر النيل في واديه ودلتاه سنتحدث هنا فقط عن رواسب نهر النيل الحديث اللي هي بتمثل التربة الزراعية في الوادي والدلتا والتي يبلغ عمرها نحو عشرة ألاف سنة من المعروف أن حمولة الأنهار تنقسم إلى ثلاثة أقسام تبعا للحجم وشكل النقل فهناك الحموله الكبيره الحجم اللي بتتكون من الرواسب الكبيره التي لا يستطيع النهر ان يقوم بنقلها في الجسم المائي فيقوم بنقلها عن طريق حموله القاع فيتم عن طريق الجر والسحب والدحرجه والقفز فدي للمواد الكبيره الحجم دي مش هتخش في مجال دراستنا. في جزء تاني من الرواسب وهي الحموله العالقه وهي تتمثل في الرواسب التي تنقل في الجسم المائي لا هي طافيه على السطح وذائبه ولا هي لامسه لقاع النهر وانما هي تسير في منطقه ايه في الجزء الاوسط من الجسم المائي وهناك الحموله الثالثه وهي الحموله المذابه واللي بتتمثل في المواد اللي بتكون ذائبه في داخل المياه هندرس الحمولتين العالقه والمذابه لان هم ليهم تاثير كبير جدا. في نشأة أراضي السهل الفيض في الوادي وأراضي منخفض الفيوم وأراضي دلتا النيل بالنسبة للحمولة العالقة قبل بناء السد العالي لأن السد العالي لما اتبنى حجز كميات كبيرة من مياه النهر ورواسبه أمام السد في منطقة بحيرة ناصر فالنهر بيرسب جزء كبير من حمولته في داخل البحيرة أما قبل بناء السد العالي في وتشغيله في بداية السبعينيات فكان نهر النيل يجلب كميه كبيره من الرواسب العالقه سنويا. تبلغ عند وادي حلفه عند الحدود المصريه السودانيه نحو 110 مليون طن من الحموله العالقه. هذا وان كان هذا الرقم كبيرا الا ان هذا الرقم قليل اذا ما قورن بانهار اخرى اقل اهميه من نهر النيل. ال 110 مليون طن بيصل منها 57 مليون طن الى القاهره، اما الباقي بقى بيروح فين؟ جزء منه بيترسب على أراضي السهل الفيدي جزء منه يترسب في داخل مجرى النيل مكونا الجزر النيلية وحواجز جانبية بجوار المجرى وكانت معظم الحمولة العالقة تأتي في فترة الفيضان ليه في فترة الفيضان كمية الماء كانت بتيجي بكميات كبيرة جدا فكانت القناة لا تستوعب كل هذه المياه فكانت تفيض المياه خارج المجرى المائي وتترسب في أراضي السهل الفيدي فوق الجزر وفي مناطق في منطقة الدلتا فكان معظم الحمولة بتأتي في فترة الفيضان والقليل منها باقي السنة تتفاوت كمية الحمولة العالقة من عام لآخر طبعا لحجم الفيضان، أيضا من نقطة لأخرى على طول المجرى فنجد مثلا الكمية عند القاهرة 57 عند وادي حلفة في الجنوب كانت 110 أيضا في النقطة الواحدة من شهر الآخر ففي الفترات اللي فيها جريان مائي في فترات موسم الفيضان نجد أن كمية الحمولة العالقة هتكون أكبر بكثير من الفترات الأخرى. اما عن مصدر هذه الحموله فبنجد ان نهر النيل له منبعين رئيسيين ومنبع ثالث ثانوي ليس له اهميه في رواسب نهر النيل فنجد المنبعين الرئيسيين نجد ان المنابع الحبش الاستوائيه بتساهم مساهمه بسيطه جدا ومعظم حمولتها من الصلصال الناعم وده يرتبط بطبيعه صخورها شديده الصلابه بينما تاتي معظم الحموله من المنابع الحبشيه حيث هضبه الحبشه البركانيه والرواسب التفوح البركانيه سهله النحت بفعل المياه وبتتراوح ما بين الرمل الناعم والغريان والسلصال وتبلغ نسبها على التوالي 30% و40 و30 أما النوع الثاني من الحمولة فهو الحمولة المذابة كميتها قليلة ولا تزيد على 7.5 مليون طن عند مدينة القاهرة معظمها من بيكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم كلوريد الصوديوم من الناتروجينات البوتاسيوم الفوسفات تتميز الرواسب الحديثة لنهر النيل بعدد من المميزات، أولاً أنها رواسب جيدة التصنيف، بمعنى إيه؟ إن إحنا لما نهر النيل هيجي يرسب بيرسب الرواسب الكبيرة الأول ثم الرواسب الأدق، فسواء على جانبي المجرى فنجد إن بجوار المجرى مباشرة هتكون أكبر الرواسب حجمًا، في حين على الأطراف هتكون الأكثرها نعومة، أو بالاتجاه من الجنوب للشمال فنجد في الجنوب الرواسب بصفة عامة أكثر خشونة من الموجودة في الشمال. تاني حاجه تربة السهل الفيضي والدلتا والفيوم هي تربة سوداء اللون او ذات لون بني مائل الى الاسود لانها تتكون في الاساس من الصلصال والغريم بنسبه 70% مع نسبه قليله من الرمال المتوسط العام لسمك هذه الرواسب يبلغ عشره متر واحنا قلنا ان نهر النيل الحديث عمره عشره الاف سنه تقريبا فاترسبت العشره متر ديت في عشره الاف سنه يعني كان نهر النيل بيرسب متر كل الف سنه يعني بيرسب ملى متر واحد فى كل سنه دي الرواسب دي اللي احنا بكل اسف شديد نقوم بتجريفها من اجل استخدامها فى صناعه الطوب الاحمر او نقوم بتجريفها من اجل بناء العمارات والبنايات والمصانع فى داخل اخصب الاراضى المصريه ونترك المناطق الصحراويه بلا اى استخدام او استخدامات بسيطه يختلف متوسط سمك هذه الرواسب من منطقة الأخرى صفة عامة في الوادي والدلتا يبلغ سمكها حوالي سبعة أمتار نحن لو حفرنا تحت السبعة متر تنتهي الرواسب الحديثة لتظهر الرواسب الخاصة بنهر ما قبل النيل ب يتراوح السمك في الدلتا بين 15 إلى 20 متر فسمك هذه الرواسب في دلتا النيل أكبر منه في الوادي ويختلف سمك الرواسب من مكان الى اخر في الدلتا وان كان يزيد بصفه عامه بالاتجاه شمالا فنجد سمكها في الشمال عند منطقه البحيرات على وجه التحديد اكبر بكثير من سمكها في الجنوب فيصل في شمال الدلتا الى اكثر من 50 متر بينما عند شمال القاهره يصل الى 17 متر فقط وليس السمك يزداد باطراد كلما اتجهنا ناحيه الشمال ليه لان بنجد بعض المناطق كما هو الحال في طنطا في وسط الدلتا هنا نجد ان السمك عندها يصل الى ثمانية امتار رابعا الوصف العام لمجرى نهر النيل في الوادي يدخل نهر النيل الاراضي المصرية من نقطة الحدود المصرية السودانية الى الجنوب من قرية ادندان دي قرية ادندان فالحدود المصرية السودانية بتبدأ من هنا يدخل نهر النيل ويتجه بصفة عامة سوب الشمال الى ان يصب في البحر المتوسط عند فرعي رشيد ودميان بنجد ان نهر النيل ياخذ اتجاهات مختلفه في الاراضي المصريه كما هو موضح امام حضراتكم فنجده يتجه من الجنوب من ادندان الى الدوام في اتجاه عام صوب الشمال الشرقي ثم يتجه صوب الجنوب الشرقي آه ثم يتجه ثوب الجنوب الشرقي من الديوان او الدر الى بلده كوروسكو ومن كوروسكو يتجه الى ماريا باتجاه شمالي شرقي ثم يتجه من ماريا الى ادفو اتجاها عاما من الجنوب الى الشمال فالنهر ماشي فيه كاتجاه مستقيم ثم من ادفو يتجه الى الرزيقات باتجاه صوب الشمال الغربي ومن الرزيقات يتجه الى قوس في اتجاه صوب الشمال الشرقي ومن قوس يتجه شمالا الى قنا ومن قنا يتجه الى الجنوب الشرق الغربي حيث نجا حمادي ومن نجا حمادي يتجه صوب الشمال الغربي عند بلده منفلوت. ومن منفلوت يتجه صوب الشمال عند سمنلوط ومن سملوت يتجه ثوب الشمال الشرقي عند الوسطى ومن الوسطى يتجه إلى القاهرة في ثوب الشمال ومن القاهرة يتجه ثوب الشمال الغربي إلى القناة الخيرية ونهر النيل يلاحظ أن به ثانية واضحة وهي ثانية قنا وذي ثانية نشأت نتيجة لأسباب تكتونية أو بنيوية ترتبط وتضاريسية ترتبط بأن نهر النيل عند الرزيقات لم يستطع أن يتجه صوب الشمال مباشرة لوجود هضبة طيبة فقد استعصت عليه هذه الهضبة العالية الكبيرة أن يقوم بنحتها فقام بالالتفاف حولها وساعده في هذا الالتفاف أن هذه المنطقة يوجد بها طية محدبة هي الطية الممتدة ما بين جبل السراي في الشرق وهضبة طيبة في الغرب فحفر نهر النيل واديه عبر محور هذه الطيه المحدبه، وكان من الممكن ان يتجه نهر النيل صوب الشمال عند قنا، ولكن قابلته مشكله ايضا مشكله تضاريسيه، ومشكله اخرى ان في هذه المنطقه توجد طيه محدبه، هذه الطيه المحدبه التي حفر على طول جزء منها وادي قنا، فدفع هذا نهر النيل الى الاتجاه صوب الجنوب الغربي الى نجع حمادي. ساعده في ذلك وجود طيه مقعره ما بين قنا الى نجع حمادي، طبعا للاتجاهات والوصف العام للنهر السابق الذكر نجد ان وادي النيل في مصر ونهر النيل ياخذ ثلاث اتجاهات رئيسيه واتجاهان سنويان، الاتجاهات الثلاثه الرئيسيه هي صوب الشمال ويوجد في اربع قطاعات تاخذ اللون الازرق على هذه الخريطه. الاتجاه صوب الشمال الشرقي يوجد في اربع قطاعات ايضا تاخذ اللون الاصفر الاتجاه صوب الجنوب الغربي يوجد في ثلاث ثلاثه قطاعات وتاخذ اللون الاحمر قليلا ثم الاتجاهين الثانويين الاتجاه صوب الجنوب الشرقي ويسجل فقط في قطاع الديوان كوروسكو والاتجاه صوب الجنوب الغربي ويسجل فقط في قطاع قنا نجع حمادي يرجع اختلاف اتجاهات نهر النيل الى عدد من العوامل هذه العوامل هي التي ادت الى حفر وادي النيل في مكانه الحالي نتذكر حينما كنا ندرس نشاه نهر النيل وان اوديه الصحراء الشرقيه التي قامت بحفر نهر النيل في مصر قلنا ليه النهر حفر في هذا المكان بسبب العوامل التاليه الاتجاه الشمالي وزر في أربع قطاعات وفيه حفر وادي النيل نتيجة لفعل التعرية النهرية ساعدوا في ذلك الانحدار العام للأراضي المصرية من الجنوب إلى الشمال أما الاتجاه صوب الشمال الشرقي لنهر النيل اتحفر في هذه المناطق ناحية الشمال الشرقي ده نتيجة لتأثير التعرية النهرية وتأثرها بعاملين العامل الأول وهو قانون فريل أو قوة كروليوس النتيجة عن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق فالقانون ده بيقول أن جميع الأجسام التي تجري في نصف الكرة الشمالي من الجنوب إلى الشمال نتيجة لدوران الأرض نحو حول محورها عادة ما تلتزم الجانب الأيمن فنتيجة لكده نجد أن الجانب الأيمن هو الاتجاه الشمالي الشرقي لنهر النيل الفعل الثاني فعل الرياح السائدة على مصر وهي الرياح الشمالية الشرقية فهذه الرياح كانت بتدفع المياه دفعا اللي هي تتجه ناحية الشرق الاتجاه الشمالي الغربي ويظهر في ثلاث قطاعات وهذا يرجع إلى أسباب تكتونية فالقطاع من إدفو إلى الرزيقات يوجد في هذا المكان صدع واضح الاتجاه من نجع حمادي إلى سملوت يوجد في هذا المكان طية مقعرة الاتجاه من القاهرة إلى الأناطر الخيرية ويوجد في هذا القطاع صدع واضح أما الاتجاه نحو الجنوب الشرقي من الديوان إلى كروسكو فيرجع إلى أسباب هيدرولوجية ان كان فى وادي هذا الوادي هو وادي كروسكو كان احد روافد نهر النيل المهمه للغايه فنهر النيل عمد على ان ينحت فى اتجاه هذا الوادي حتى ياثر مياهه ورواسبه وبالفعل يسب وادي كروسكو فى وادي النيل اما الاتجاه صوب الجنوب الغربي فى منطقه نجا حمادي فيقال وجود طيه مقعره او وجود انكسار فى هذا المكان مما سبق يطلح ان يتضح ان حفر وادي النيل فى مصر في هذا الموضع وبهذه الاتجاهات تحكمت في عوامل متعددة ما بين عوامل باطنية أو تكتونية طيات وانكسارات أو وما بين عوامل خارجية ترتبط بالتعرية النهرية ودور الرياح هذا بالإضافة إلى الانحدار العام للأراضي المصرية من الجنوب صوب الشمال خامسا الخصائص التضاريسية والجيومورفولوجية العامة لكل أقليم من الأقاليم الثلاثة هندرس الخصائص التدريسية لإقليم وادي النيل في البداية وادي النيل ماذا يقصد بمصطلح الوادي في الجيومورفولوجي أو الفالي الوادي في الجيومورفولوجيا هو عبارة عن الحيز أو التجويف الطولي يعني عندنا هنا هو ماشي بشكل طولي وفي حيز أو تجويف إن في جانب هنا وجانب في الناحية التانية وما بينهما ده تجويف كده منطقة منخفضة فهو حيز أو تجويف وهذا الحيز أو تجويف طولي وبتجري في مياه النهر لو في ميه بتجري في هذه المنطقه كنا نجد ان مياه النهر تجري في هذا الوادي واي وادي له منبع وهذا المنبع يوجد عند المناطق المرتفعه وله مصب والمصب يوجد عند المناطق المنخفضه فتجري المياه في الوادي من المناطق المرتفعه الى المناطق الايه المنخفضه ده بالنسبه لتعريف الوادي بصفه عامه في الجيومورفولوجيا ماذا يقصد بمصطلح وادي النيل يقصد بوادي النيل في مصر هو الحيز او التجويف الطولي الذي تجري فيه مياه النيل من لحظة دخوله إلى الأراضي المصرية وحتى دائرة عرض شمال القاهرة أو عند المؤطم وأبو رواش في كل هذا القطاع نجد أن نهر النيل يجري في حيز أو تجويف يأخذ شكل قريب من حرف اليو أو الأوبن يو واضح أمام حضراتكم دي حافة وادي النيل أمام مدينة الأقصر حائط عالي في هذا المكان وديت الجانب الشرقي لنهر النيل جنوب سوهاج برضو حائط عالي وما بينهم عبارة عن منطقة ايه مستوية الصورة برضو اللي امامنا نستطيع قراءتها فنحن طلاب جغرافيا قسم الجغرافيا في الفرقة الرابعة اللون البني ودرجات المختلفة دي معناها ارتفاع منطقة مرتفعة في حين اللون الاخضر معناه مناطق قليلة المناسيب ومعنى وظهور هذا الشكل دليل على قلة الانحدار في هذه المنطقة و والارتفاع بتاعها منخفض في حين ان الجوانب هنا بتكون عاليه وشديده الانحدار فده الشكل العام لوادي النيل. يتكون وادي النيل في مصر من خمسه اجزاء رئيسيه وهي حافتين مرتفعتين في الجانب الايمن لوادي النيل وفي الجانب الايسر او بنسميها الحافه الشرقيه لوادي النيل والحافه الغربيه لوادي النيل. دي اول حاجه. تاني حاجه اسفل هذه الحافه توجد هوامش السهل الفيضي. هوامش السهل الفيضي عباره عن اراضي صحراوية بيوجد بها نسبة من الطين بترتبط بوصول مياه الفيضان ورواسبه إلى هذه المنطقة الهامشية وهو مش السهل الفيضي في كثير من المناطق هي نتيجة عن اتساع حافات وادي النيل ولذلك نجد أن هذه المناطق اللي هي الهوامش هي مناطق الاستصلاح الزراعي في وادي النيل والشكل اللي قدامنا بيوضح هذا الأمر الخط اللي أنا برسمه دلوقتي هو خط فاصل بين أراضي السهل الفيضي وأراضي الاستصلاح في هوامش في هوامش السهل الفيضي فبيوجد عندنا هوامش في الجانب الغربي وبيوجد هوامش ايضا في الجانب الشرق اما الاقليم الجزء الثالث وهو السهل الفيضي والسهل الفيضي يقصد به الاراضي السهليه او هينه الانحدار التي تقع على جانبي مجرى نهر النيل وتكونت بفضل الفيضان ثم بعد ذلك عندنا الجسور الطبيعيه والجسور الطبيعيه او الدفاف او جسر الطرات كما اطلق عليه جمال حمدان وغيره من الجغرافيين العرب عبارة عن جسور بيزيد ارتفاعها او ضفاف بيزيد ارتفاعها من متر الى 2 متر من الاراضي المجاوره لها وبتقع هذه الضفاف على جانبي المجرى المائي ولها اسباب في التكوين لا داعي لشرحها لانك قد درستها في الجيومورفولوجيا خامس حاجه القناه المائيه او المجرى المائي وهي القناه بقى اللي بتجري فيها ميه النهر واللي موجوده في داخلها الجزر النهرية دي دلوقتي الصوره اللي قدامنا بتوضح الحافة الشرقية لوادي النيل واضح كده شدة انحدارها وارتفاعها الواضح هوامش السهل الفيدي بتوجد عند أقدام هذه الحافة وقبل أراضي السهل الفيدي المجاورة في الجانب الغربي أيضا الحافة الغربية لوادي النيل ونتسم بنفس الخصائص مرتفعة شديدة الانحدار عند هوامش السهل الفيدي أراضي منبسطة ولكن هذه الأراضي بأراضي شبه صحراوية ثم بعد ذلك أراضي السهل الفيدي الصورة اللي امامنا برضو بتوضح وادي النيل في منطقه القاهره فنلاحظ ان الاهرامات بنيت على اعلى هضبه الاهرام اللي بتمثل حفتها الحافه الشرقيه الغربيه لوادي النيل وفي الجانب الاخر احنا نازلين من طريق الطمية العين السخنه وبنلاحظ في هذا الطريق ان هذه المنطقه كانت عباره عن جزء من حافه وادي النيل وهي حافه مرتفعه وقام الجيش بفتح هذه المنطقه ايضا الصوره اللي امامنا بتوضح وادي النيل في سوهاج بنقول تبلغ مساحه وادي النيل نحو 13000 ألف كيلومتر مربع اي نحو 3 مليون فدان يصب وادي النيل مح... يضم وادي النيل محافظات الصعيد ويأخذ هذا الوادي مقطع يقترب من شكل حرف اليو او الاوبن يو ونلاحظ ان اتساع وادي النيل يختلف من قطاع الى اخر فهو يتسم بالضيق الواضح في الجنوب بينما يتسم بالاتساع كلما اتجهنا صوب الشمال ليسجل أقصى اتساع له عند مدينة بني سويف ثاني نقطة يمتد وادي النيل في لح... من لحظة دخول الأراضي المصرية في الجنوب إلى الشمال و... أو بالتحديد عند هضبتي المقطم وأبو رواش لمزافة تزيد على 1100 متر محدد من الجانبين بحفات تتسم هذه الحفات بالارتفاع والانحدار الشديد نجد ان معظم الحفات تتكون من صخور رسوبيه ولكن هناك بعض المناطق التي تتكون من صخور ناريه ومتحوله فنجد ان الحفات في القطاع الممتد من الحدود مع السودان حتى اسنا اسنا في هذا المكان نجد هذا القطاع نجد أن حفات وادي النيل تتألف في الأساس من مجموعتين من الصخور مجموعة الصخور الرسوبية تتكون في صخور الحجر الرملي النوبي بالإضافة إلى الصخور النارية ومتحولة بتظهر عند منطقة خانق كلبشة والجندل الأول جنوب أسوان زي الصور أو الأشكال الموضحة أمام حضراتكم تتألف الحفات بقى إلى الشمال من إسنا وحتى نصل إلى الشمال من إسنا وحتى نصل إلى القاهرة من صخور رسوبية تتراوح ما بين صخور تباشير وصخور باليوسين اللي هي طين التف... إسنا أو طفل إسنا وصخور الحجر الجيري الإيوسيني بمستوياته الثلاثة الأوسط الأسفل والأوسط والأعلى. ثالث نقطة تتسم حفات وادي النيل بالارتفاع الواضح والانحدارات الشديدة ويزيد ارتفاعها المحلي على أكثر من 200 متر في معظم القطاعات وتظهر هذه الحفات بانحدارات شديدة تزيد على 45 درجة لاحظ اختلاف اتساع وشكل وادي النيل وارتفاع الحفات في قطاعات مختلفة وأسفل كل قطاع بيقول لنا القطاع ده موجود في أي منطقة من الأراضي المصرية نهر النيل في مصر من الأنهار العابرة ويقصد بالأنهار العابرة هي الأنهار التي توجد منابعها في عروض رطبة وتنقل المياه من هذه العروض وتعبر بها منطقة صحراوية لتصب بعد ذلك في خارج هذا النطاق الصحراوي فنهر النيل في مصر نجد فعلا ان هو بيأتي بمياه العروض الرطبة سواء هذه العروض في هضبة البحيرات الاستوائية او في في هضبة الاستوائية او في هضبة الحبشة وبينقل المياه ويعبر بها هذه المنطقة الصحراوية جزء من الصحراء الغربية ويسب في البحر المتوسط فهو بالتالي هو من الانهار العابره وكان نتيجه لذلك هو جريان نهر النيل في منطقه صحراويه قاحله الى الشمال من السودان وفي مصر نتيجة لذلك نجد أن نهر النيل يفقد كميات كبيرة من مياهه سواء عن طريق التسرب أو عن طريق التبخر أو مع ظهور الإنسان عن طريق استخدامه في الأنشطة البشرية يتسم نهر النيل في مصر بأنه نهر جزري ليه؟ لأنه كثير في الجزر حيث يوجد داخل المجرى عدد كبير من الجزر قدرها جمال حمدان وعدها ب 300 جزيره وقدرها الدكتور محمد طه في بحث مؤخرا في اواخر التسعينيات بنحو 500 جزيره في مسافه 1537 كم فبالتالي معدل تكرار الجزر ان احنا نجد جزيره كل 5 او 6 كم في مجرى نهر النيل تنقسم الجزر الموجوده في نهر النيل الي نوعين النوع الاول وهو جزر رسوبيه طينيه وتوجد في على طول المجرى في مصر وفي فرع رشيد ودمياط وهذه الجزر الرسوبية كونها نهر النيل بفضل الرواسب التي كان يرسبها في داخل المجرى وهناك جزر أخرى هي جزر صخرية نارية ومتحولة وهي الجزر التي توجد في منطقة الجندل الأول عند أسوان وكل من إلى أسوان يجد هذه الصورة فهذه الصورة هي صورة للجندل الأول وهذه الكتل الصخرية عبارة عن صخور جزر الجندل الأول كيف تتكون الجزر الرسوبيه من المعروف ان الجزر الرسوبيه احدى ظاهرات الارساب في داخل مجرى النهر فنتيجه لظروف معينه يترتب عليها قيام النهر بارساب جزء من الرواسب في منتصف المجرى مع مرور الزمن تبدا هذه الرواسب في تصيد رواسب اخرى فترتفع هذه الرواسب في داخل مجرى النهر فتكون حافه منتصف المجرى ثم مع بدايه التحريك والتحريك هو الموسم الذي يكون عكس موسم الفيضان فهو أقل جريان مائي وأقل تصرف مائي في النهر طوال السنة فترتب على ذلك انخفاض منسوب المياه داخل المجرى فتنكشف حافة الجزيرة لتنمو عليها النباتات في أثناء موسم التحريق يجي موسم الفيضان ترتفع المياه وتجري المياه وتغمر الجزيرة وتغمر النباتات فتعمل هذه النباتات كمصفاة تتصايد الرواسب وتمر من خلالها المياه فتتراكم الرواسب على هذه النباتات لتظهر بعد ذلك جزيرة في منتصف مجرى النهر ويرجع كثرة الجزر في نهر النيل إلى كل انحدار قطاع الطولي وبالتالي المية هتكون بالإرساب لأن سرعتها هتكون أقل ثاني حاجة عدم وجود روافد تصب في نهر النيل ومن ثم يفقد نهر النيل جزء كبير من مياهه بالتبخر والتسرب تختلف الجزر في مساحتها فهناك جزر يزيد مساحتها على 4 كيلومتر وهناك جزر أخرى صغيرة المساحة للغاية تختلف في اشكالها فهناك جزر طوليه الشكل وجزر عرضيه الشكل وجزر قوسيه الشكل وجزر مستديره ده يرتبط بشكل المجرى المائي لو المجرى يمتد من الشرق الى الغرب فنجد ان الجزر عرضيه لو يمتد من الشمال الى الجنوب نجدها طوليه لو في منطقه منعطف نجد ان الجزر تاخذ شكل قوسي او شبه مستدير النقطه واو يتميز السهل الفيضي لنهر النيل اللي هو لونه اخضر على هذه المرئية الفضائية بالاتساع كلما اتجهنا صوب الشمال، وهذه هي سمه كل الانهار، ويرجع ذلك في نهر النيل على وجه التحديد الى سبب رئيسي وهو الحفات المكونه لوادي النيل، فالحفات الموجوده الى الشمال من الاقصر نجد انها حفات تتكون من صخور في معظمها صخور حجر جيري، فهذه الصخور عدوها اللدود هو المياه، فساعد فقامت مياه نهر النيل بنحت هذه الصخور بسهوله. وبدرجة أكبر من قدرتها على نحت صخور الحجر الرملى والصخور النارية فى الجنوب يسجل أقصى اتساع للسهل الفيضى عند بنى سويف ويزيد اتساع نهر النيل على 25 كيلو متر نقطه زين تلتزم القناه المائيه او المجرى المائي الجانب الايمن من الوادي زي الصوره اللي قدامنا المجرى المائي ياخذ اللون الاسود في المرئيه الفضائيه نجد ان هو سايب كل السهل الفيضي وسايب الوادي وملتزم في كثير من القطاعات الجانب الايمن من الوادي بل في بعض القطاعات نجد ان الحافه توجد مباشره على النهر وفي قطاعات اخرى نجد ان السهل الفيضي يظهر في شكل جيوب او احواض منعزله بين الحافه وبين المجرى المائي كما في الصور أمام حضراتكم ولذلك تتركز معظم المناطق العمرانية في الجزء الغربي من مجرى نهر النيل والقليل منها يوجد في الشرق في هذه الأحواض ولاحظ اختلاف موقع مجرى نهر النيل في داخل الوادي عبر هذه القطاعات التضاريسية تمام فنجد إلى الشمال من الإسنة نجد أن المجرى ملتزم الجانب الأيمن في حين أن في معظم القطاعات كما في خانق السلسلة أو في أسوان نجد أن المجرى قد يكون في المنتصف يرجع ذلك إلى سببين السبب الأول اتجاه الرياح فالرياح الشمالية الغربية تدفع مياه النهر إلى النحت في الشرق ثاني سبب هو قانون فريل اللي قلناه منذ قليل فدوت ساعد على تركز النحت في الشرق فهجرت نهر هجرت القناة المائية السهل الفيضي والتزمت الجانب الشرقي من الوادي يبلغ المتوسط العام لعرض مجرى نهر النيل في الوادي حوالي 750 متر يعني 3.4 ارباع كيلو بينما في فرع رشيد 500 متر وفرع دمياط 270 متر ويختلف اتساع القناه النهريه من منطقه لاخرى ويقل اتساعها في شمال كومومبو ل 320 متر ويزيد اتساعها في مدينه امام مدينه سوهاج لاكثر من 800 متر وتصل الى كيلو يزداد الاتساع ايضا في المناطق اللي موجود فيها الجزر لان الجزر جزء من المجرى فنجد ان الاتساع يزيد في اماكن اخرى اما عن العمق فيصل متوسط عمق نهر النيل 7.5 متر يقل العمق في الجنوب ليصل الى اسف يزداد العمق في الجنوب ليصل الى 8.5 متر عند اسوان ويقل كلما اتجهنا شمالا ليصل الى 7 متر الا ربع عند القاهره يوجد في نهر النيل في مصر نقطتين من نقاط عدم الانتظام في القطاع التولي ويدلان على مرور النهر عندهما بمرحله الشباب ويقصد بعدم عدم انتظام القطاع التولي ان القطاع بدلا من ان يسير في انحدار منتظم نجد انه يجد ان هناك شده في الانحدار في عدد من النقط، هذه النقط نطلق عليها نقط التقطع ومن هذه النقط الشلالات والجنادل والخوانئ، فعندنا نقطتين النقطه الاولى وهي خانق كلبشه وهذا الخانق غمر تماما بمياه بحيره ناصر او بحيره السد العالي، النقطه الثانيه وهي جندل الاول او جندل اسوان الذي يمتد الى الجنوب والشمال من مدينه اسوان وبنيت على جزء منه سد اسوان الان ندرس الخصائص التدريسيه والجيمورفولوجيه العامه لدلتا نهر النيل دلتا النيل او ابنه النيل كما سماها العالم الفرنسي لوزاك في كتابه دلتا النيل ماذا يقصد بمصطلح الدلتا الدلتا في الجيمورفولوجيا هي تلك الظاهره الارسابيه التي تتكون حينما يقوم نهر جاري دائم الجريان بنقل كميات من المياه والرواسب ليلقي بها في المحيط او البحر مع استمرار هذا الالقاء يردم النهر جزء من الرصيف القاري مكونا اراضي جديده هذه الاراضي يطلق عليها اسم الدلتا وعرفت هذه الدلتا باسم الدلتا لان هيرودوت حينما جاء الى مصر وجد ان دلتا نهر النيل تشبه حرف الدلتا في اللغه اليونانيه القديمه حرف الدلتا في اللغة اليونانية أهوت فدلتا نهر النيل تظهر في شكل مثلث مقلوب فأطلق على هذه الظاهرة اسم إيه؟ الدلتا وأخذ هذا الاسم ليطلق على هذه الظاهرة الجمرفولوجية في أي نهر من أنهار العالم دلتا نهر النيل دلتا مروحية الشكل لأن هي بتأخذ شكل قريب من شكل مروحة يد العروسة أو شكل المثلث يبدأ ظهور دلتا النيل إلى الشمال من القاهرة بنحو 23 كيلومتر حيث تختفي الحفات بتاعة وادي النيل الحفات العالية ليظهر سهل الدلتا المنبسط تماما وتختفي منه المرتفعات بدرجة كبيرة للغاية توجد مجموعة من العوامل ساهمت في نشأة نهر الدلتا في هذا المكان أول هذه العوامل انبساط سطح الأرض في منطقة الدلتا واختفاء المناطق المرتفعة فساعد ذلك على عملية الرد وصول نهر النيل إلى بحر تسز ومثلث الدلتا التكتوني ثلاثة البحر المتوسط هو بحر قليل التيارات البحرية والفارق المادي فيه صغير يصل إلى حوالي نص متر ولا توجد به أمواج عالية وساعد الطيار المتوسط إن البحر المتوسط فيه طيار في جنوب البحر المتوسط يتجه على السواحل الجنوبية البحر المتوسط من الغرب إلى الشرق فعمل هذا الطيار على نقل الرواسب التي يلقي بها فرعي رشيد ودمياط على طول الساحل الشمالي للدلتا بل وصلت هذه الرواسب إلى ساحل فلسطين أربعة دحولة الرفرف القاري إن المنطقة اللي بتتردم من البحر المتوسط تتسم بإن هي ذات أعماق A قليلة فساعد ذلك على القيام بعملية الردم بسهولة. خمسة ساعدت ملوحة البحر المتوسط على تماسك طمي النيل. تتميز دلتا النيل بالعديد من الخصائص التضاريسية والجيومورفولوجية أولا مساحتها 22 ألف كم مربع أو أكثر من خمسة وربع مليون فدان. طول جبهتها على ساحل البحر المتوسط من شرق بورسعيد إلى غرب الإسكندرية 220 كم. طولها من الجنوب إلى الشمال 170 كيلو متر معدل انحدارها 1 ل 14 ألف متر الدلتا تضم محافظات الوجه البحري المصري يوجد حاليا فوق دلتا نهر النيل فرعان هما فرع دمياط ويسب عند مدينة دمياط وفرع رشيد ويسب عند مدينة رشيد وقد كان عدد هذه الفروع أكثر فيما مضى فيشير العديد من الدارسين إلى أنهم كانوا سبعة أفرع وفي فترة أخرى خمسة فروع وفي فترة ثالثة ستة فروع وأصبحت الآن فرعان فقط وهذه الفروع كما واضح في الخريطة وأسمائها أمام حضراتكم ومنها البيلوزي وكان يسب شرق بورسعيد والتانيتي والمنديزي والفاتينيتي اللي هو فرع دمياط والسبنيتي والبلبيتي اللي هو فرع رشيد ثم الكنوبي الفروع دي ما عندناش حفظها هو يهمنا فيها البيلوزي مهم جدا لان استخدمناه عند دراسه شبه جزيره سيناء بالاضافه الى فرعي دمياط وفرع رشيد أسباب اختفاء الفروع الدلتوية القديمة توجد عدة آراء لاختفاء هذه الفروع فهناك من يرى أن الفروع شرق الدلتا قد اختفت نتيجة لحدوث حركات أرضية ترتب عليها انخفاض منطقة شمال شرق الدلتا وتكون بحيرة المنزلة وارتفاع أجزاء من شرق الدلتا فبالتالي لم تصل مياه نهر النيل بصورة كافية إلى هذه الفروع مما أدى إلى إطمائها النقط طب لماذا اختفت الفروع الوسطى والغربية فالرأي دوت يكاد يقتصر على الفروع الايه الشرقية هناك من يرى أن الفروع الشرقية أيضا اختفت لأن معظم الغزوات التي كانت تأتي على مصر كانت تأتي من شرق مصر فكان الأهالي يهملون هذه المنطقة ويتركزون في وسط الدلتا وغربها هناك من يرى أن الفروع الغربية للدلتا قد اختفت نتيجة لوجود في غرب الدلتا في رواسب مايوسينية ورواسب بلايستوسينية سائبة فقامت الرياح بنقل هذه الرواسب والقتها في الفروع الغربيه هناك من يرى ان سبب الاختفاء يرجع الى ارتفاع سطح البحر المتوسط خلال العصور التاريخيه فيترتب عليه اتساع مساحه البحيرات في شمال البحر المتوسط في شمال الدلتا وبالتالي حدوث اه اطماء لمصبات هذه الفروع ومع حدوث هذا الاطماء بدا يحدث اطماء في الفرع ككل والدليل على ذلك أن فرعي رشيد ودمياط هم يسبان مباشرة في البحر المتوسط فلم يحدث لمصباتهم أي إتماء جيم معدل تقدم الدلتا قبل بناء السد العالي كانت دلتا النيل تتقدم بفضل الرواسب التي يلقيها نهر النيل في البحر المتوسط بمعدل يتراوح 12 قدم في السنة يعني حوالي 4 متر وهذا المعدل أقل من معدل أنهار أخرى أقل أهمية فنهر الفولجا يتقدم بمقدار 1000 قدم في السنة ونهر الرون وهو نهر قد لا تكون قد سمعت عنه نهر صغير للغايه أربعين قدم ويرجع ذلك الى قله تقدم دلتا نهر النيل الى قله الارسبات التي يلقيها نهر النيل ويرسبها في البحر المتوسط وان كثير من الرواسب كانت تفقد فوق السهل الفيضي وفي داخل المكر بعد بناء السد العالي وحجز السد لطمي النيل وخروج المياه خلف السد شبه خليه من الرواسب اصبح البحر المتوسط ينحت في شمال الدلتا مما ادى الى نحت اجزاء واطراف من شمال الدلتا والصور المرئيه هتوضح هذا الامر ففي رشيد دي الصوره سنه 90 الصوره سنه 2000 نجد ان جزء كبير تم نحته ام وفي 2014 اجزاء اخرى تم نحتها وفي عام 90 في منطقه فرع دمياط او مصب دمياط نجد أن الخط الأبيض ده خط الساحل في سنة 2000 نحتت أجزاء من هذا الخط وفي 2014 ما زال النحت مستمر والصور التالية توضح عمليات النحت في شمال دلتا النيل وأحد البنايات التي كانت توجد على الأرض ونتيجة لعمليات النحت أصبح داخل البحر لأن تم نحت مسافات تصل إلى 1000 كيلومتر وفنار رشيد يوجد حاليا في داخل البحر المتوسط على مسافة 1000 متر من خط الساحل على الرغم من أنه كان يوجد على الساحل مباشرة وتقوم الحكومة بوضع دفاعات ساحلية عن طريق وضع كتل خرسانية لتقليل عمليات النحت ولكن هذا الأمر قد لا يصلح في بعض المناطق بكده نكون خلصنا عدد من النقاط عند دراسة دلتا النيل وإن شاء الله نستكمل الخصائص الجيومورفولوجية والتدريسية العامة لدلتا النيل في المحاضرة التالية وفي نهايه هذا اللقاء ادعو الله عز وجل ان اكون قد وفقت في تيسير الماده لح... المنهج لحضراتكم ونلتقي في محاضره قادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته